تحت شعار الجزائر السياحية تسويق لمنتوج سياحي صحراوي، ولاية عين صالح اختيرت حاضنة للملتقى الوطني لترقية السياحة الصحراوية في الجزائر، والهدف هو بعث السياحة الصحراوية انطلاقا من نفض الغبار عن المكنوزات السياحية لولاية عين صالح. أحسن عندها زوز منطقات، عندها زوز تسهيليات، تسهيلي المدير وتسهيلي أهنت، يعني الشيء اللي راه فيها، فيها اللي قلتها، فيها اللي بانتير، فيها اللي غرافير، فيها اللي روشي، فيها اللي يعني كاين اللي قلتها بيرمانا ما يموتوا كاع. فعاليات الملتقى الوطني لترقية السياحة الصحراوية أطرت من قبل مختصين في المجال، جاءوا من مختلف ولايات الوطن، وحضرتها السلطات الولائية رفقة الفاعلين بالقطاع، في المقدمة المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث. أين ننظم ملتقى يخص السياحة الصحراوية، والملتقى هذا يضم دكاترة من مختلف ولايات الوطن. بالنسبة لعين صالح عدة مناطق سياحية، نطلب من الشباب يقتحموا الميدان السياحي هذا. نؤكد عليه على الرقمنة القطاع السياحي، وهذا من أجل تطوير السياحة الصحراوية بالمنطقة، وكذلك توفير الإمكانيات وخصوصا البنى التحتية من أجل الرفع من مستوى السياحة الصحراوية. حاولنا من خلال هذا الملتقى الولوج إلى ما هي النتائج التي نستخلصها من هذا الملتقى، وما هي المشاكل التي تعيق هذه العملية السياحية الصحراوية، وما هي الحلول لابد أن نستدركها لإعادة إحياء السياحة الصحراوية. ولاية عين صالح بإمكانها أن تسهم في الحركة السياحية الاقتصادية في الجزائر مستقبلا بالنظر وتنوع مؤهلاتها السياحية والثقافية الغنية